من جدة مشاهدينا تنضم إلينا الدكتورة إيمان الأيوبي، أخصائية التغذية ورئيسة قسم التغذية في جمعية تعزيز الصحة. دكتورة إيمان أهلا وسهلا بك معنا. كيف يمكن تفادي حالة العصبية إذا لدى المدخن، وكيف يمكن استغلال هذه الفرصة في شهر رمضان للإقلاع عن عادة التدخين؟ طبعا اكيد شهر رمضان، كل عام بخير ان شاء الله. شهر رمضان الكريم طبعا بيكون يعني بيخلص الانسان مو بس من السموم والعادات والتقاليد السيئه والانسان الغير صحيه والغير جيده، فهذه يعني خطوه تكون يعني لابد منها في هذا الشهر الفضيل، وفرصه انه نحن فعلا يعني بالنسبه للمدخنين انهم يبداوا بالابتعاد عن التدخين والتقليل بالتدريج الى ان يتم ايقاف التدخين، لانها طبعا لما تسبب من مشاكل يعني جمة في زي ما قلت يعني تكلمت في التقرير انه هي بتعمل على القلق ونقص الكثير في الدم، يعني اذا ما كان ياخذ فبتلاقي دائما عصبي لغايه ما يوصل يعني فتره الافطار، وتلاقي يعني ما احد يقدر يكلم المدخن لانه هو بيكون هذا. فطبعا لازم انه ايش يسوي؟ اول شيء بعد الافطار يحاول انه بقدر الامكان يبعد عن يعني يطول فتره يعني اخذه للسيجارة نوع الدخان اللي هو بيتناوله، نعم، لانه جسمه بيتطلب النيكوتين، فيحاول انه بقدر الامكان يستغل هذا الشهر الفضيل في هذا النوع. فهو ايش بيسوي؟ بيبدا ياكل الوجبات الصحيه، طبعا الفطور اللي هو يبدا بالتمر واللبن الخفيف، وبعد كده يجي ياخذ شوربه وياخذ الفطائر وياخذ سلطه معاها، وبعد كده يبدا يصلي وكذا، ويبدا يحاول انه قدر الامكان انه يعني حتى لو اخذ الدخان ياخذ قليل، عرفت، على اساس جسمه يعني دحين بيتخلص من كل النيكوتين ويتخلص من الهدف، فهو يبدا بالتدريج، يعني فهمت علي؟ ويحاول انه يعني فتره اللي هي السناك، الفتره اللي هو يجلس يفكر في الدخان، فممكن انه ياخذ اشياء خفيفه زي مثلا سناك نوع من الفواكه او نوع من الحلويات الخفيفه عشان يحاول انه ينسى هذا. وفي ناس بياخذوا ممكن اللبان العلف، عارفه، طول الوقت عشان برضه يكون ما حيتذكر او شيء اللي هي عن الدخان. وفي كمان نوع من المكسرات، ممكن مكسرات لاحتواء على الاوميجا 3، هذه جدا مهمه طبعا، يعني منها فائده منها، لانه المدخنين عاده بيفقدوا فيتامينز من جسمهم، هم يحتاجوا اكثر شيء لفيتامين سي، يعني محتوي على البرتقال، الجوافة، البقدونس، الأشياء هذه لازم يأكلها بكثرة، يعني يكون في أكله في نوع من فيتامين سي، الليمون والأشياء هذه اللي بتكون فيها طبعا عشان تقوي المناعة، لأنه طبعا المدخن عادة بيصيبوا أمراض نزلات برد، بيصيبوا أمراض يعني صدرية، بيصيبوا كحة، يصيبوا يعني التهابات في الرئة، فهذا جدا جدا خطر يعني عليه. طيب دكتورة إيمان، أيهما أسهل وأفضل على المدخن لقطع نهائيا عادة التدخين أو تسهيل قطعه؟ هل هو التدريج كما ذكرتي حضرتك أنه يقلل عدد السجائر، أم القطع النهائي أنه يتركها وانتهى الموضوع؟ في حسب الشخص، حسب طبيعة الشخص نفسه، يعني في ناس يعني تبدا بالتدريج عشان يعني ما يكون عليها تاثير زي ما قلنا، لانه هي النيكوتين في الدم، فالدم يتطلب نيكوتين، فيحصل يصير عصبي. لا، وفي ناس يكون قرار حاسم، يعني هو عنده قوه اراده قويه انه هو لا يعني ستوب، يعني عارفه زي اي شيء في حياته، قرار اي قرار يتخذ يكون هو عنده القوه الحازمه انه يعني خلاص يعني نو يعني ما عاد يعني استمر في هذا الشيء، فهذا الشيء جيد. هناك يعني نوعين، اللي عنده اراده يعني يفضل انه ايوه انه ستوب يعني خلاص، انه ما في داعي لها نهائي، ولا يضعف لانه حيكون قوي، وعرفتي. شكرا جزيلا لك على كل هذه النصائح. من جدة حدثتنا الدكتورة إيمان الأيوبي، أخصائية التغذية ورئيسة قسم التغذية في جمعية تعزيز الصحة.